وهذا هو المقصر وهذه هي أرض مصر وهذا الشهيد الذي ارتقى إلى العلا ارتقى حتى يكون مآله. الشهداء هم الذين يبقون عند الله سبحانه وتعالى أحياء وهم الذين بهم ترتقي وترتفع القامات والهامات. ومن آخر عائلة الجعبر تدعو الجميع أن يكون ترجع القاضي الحرب هو فجر الشهداء. أولئك اليمين الفرق والمرجلي اتأخر يوم نادى الوطن مدخلي الكعبري يا حول عيني السيدين. القضية في فلسطين ليست قضية شعب مقتول ولا قضية فلان أو علان، بل هي قضية الإسلام، قضية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية أمة محمد، وأن الصراع في هذه الأرض لن ينتهي إلا بزوال كيان يهود.